حلوة جدا، هتفتح معاكي 3 4 درجات، تحفة جدا. لو انتي متجوزة بقى وعايزة تدلعي نفسك كده وجسمك فيه دهونات وحاجات كده سمرة في تحت الابطين والفخات والكلام ده كله، اعملي الوصفة دي وادعي لي. يلا اعملي لايك واعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان تشوفي كل جديد ننزله اول باول، وكمان عشان نعرف ندلعكم كده شوية ماسكات وحاجات حلوة كده هتنزل وهتشوفوها الفترة الجاية، بجد هتعجبكم جدا ومن الاخر. يلا بينا ونشوف ايه هي الوصفة التحفة دي. البشره بتاعتي وهبشر على الاخرام الصغنونه جدا، بشرت الكميه اللي انا هحتاجها. بصوا البشر خفيف ازاي ورفيع علشان لما تيجي تدوي بيه يدوب معاكي بسرعه. لو عملتيه على العين الكبيره شويه اللي في المبشره مش هتدوب معاكي بسرعه وانت بتقلبيها. تمام، انا هنزل بقى اللي في المبشره ويلا نكمل بقيه الوصفه. هنا انا معايا خل ابيض، الخل الابيض عشان يبيض الجسم، وكمان لو في اي جلد ميت بكتيريا بتاع كل ده بيطلع مع الخل الابيض في الجسم. فانا هاخد منه الاول معلقتين، يعني انا هحتاج منه يجي نص كوبايه، بس هبدا بمعلقتين الاول او ثلاثه اقلب ادوب فيها الصابون، وبعد كده برجع احط خل تاني، هفضل اقلب فيها لحد لما تبدا تدوب معايا بسرعه، وهي هتدوب معاكي بسرعه جدا. لو هتعملي الصابونه كلها يفضل انك تضربيها في الكبه او في الخلاط، افضل بكتير لان هتبقى متعبه جدا وانت بتقلبيها. هحط كمان معلقه وهقلب من الخل. الخل طبعا عند كل الناس او معظم البلاد اسمها الخل، عندهم اسمه خل، عشان في ناس بتخش تسألني هو ايه الحاجات اللي بحطها، ففي معظم البلاد بتبقى الاسامي مختلفة شوية عننا، فهو اسمه خل اكيد عندنا كلنا. يعني انا هنا اهو بحاول ان انا ادوبه، هو هيبقى رخم شوية في الاول بس هيدوب معاكي بسرعة لان احنا عاملينه على المبشرة زي ما قلنا الرفيع، وكمان هيدوب معاكي بسرعة جدا. تمام كده، هنا خلاص انا يعتبر قلبته والى حد ما، بس هحط كمان معايا معلقة من زيت الزيتون. زيت الزيتون بيخلي الجسم كده طري، لان الصابون معظم الصابون بينشف الجلد، فزيت الزيتون هيخلي الجلد كده طري وكمان هيفتح معاكي الجسم وهيخلي كده في ترطيب شوية في الجسم. فانا حطيت كمان معلقة وكمان هيسهل معاكي التقليب شوية، فحطيت معلقة من زيت الزيتون. وطبعا لو احنا ضعفنا الكمية بنضعف الكمية بكل الحاجات اللي احنا بنحطها، يعني لو بنحط معلقة من زيت الزيتون دلوقتي وانت ضعفت الكمية هتحطي معلقتين او 3 زيتون. تمام كده، انا بحاول ان انا اهرسه برضو، وهفضل كل لما احط حاجة هقلب كويس جدا لحد ما يبقى معايا القوام اللي انت هتشوفيه الاساسي. هنا انا جبت كوبايه وهحط بقى بقيه الخل اللي انا قلت ان انا هحط ربع كوبايه، فانا هاخد حوالي ربع كوبايه صغيره، مش ربع كوبايه تكون كبيره، لا كوبايه صغنونه جدا زي ما انت شايفاها كده. هاخد منها ربع من الخل لان انا زي ما قلت لك الخل بيفتح جدا وبيطهر الجلد وبيزيل الجلد الميت، وكمان مفيد جدا للجسم عموما. يعني هبدا ان انا بقى اقلبه كويس. طبعا بصوا هيبدا يكتن معايا فوق شويه كده، فهيحتاج ان انا هقلبه شويه، عشان كده بقولك اعملي كمية وشيليها، ده افضل بكتير ان هيريحك، مش كل لما تيجي تعملي الوصفة تبدأي ان انت تعملي كميات قليلة، الا بقى لو انت هتعمليها مثلا مرة كل اسبوع تقدري تعملي كميات قليلة. يعني لما بتشيليها في التلاجة عموما تبقى كويسة معاكي، مش هيجرى لها اي حاجة وتقعد معاكي شهر كمان في التلاجة. انا هنا قعدت اقلب فيها شوية بصراحة حوالي يعني 10 دقايق كده ربع ساعة، لما القوام بتاعها بيبقى كريم زي ما انت شايفة كده. يعني لما اجي هفردها على ايديا دلوقتي هتشوفي القوام بتاعها. يلا نكمل بقيه المكونات بتاعتنا اللي هنحطها فيها. انا هنا خلاص قلبتها، هبدا احط بقى عليها معلقه من النشا او الكورن فلاور لحد اما القوام بتاعها يتقل. يعني انا هحط معلقتين اتنين على الكميه اللي انا عاملاها، طبعا زي ما قلنا وخلينا مركزين عشان لما تيجي تعمليها ما تقوليش دي تقلت مني خفت مني، لا اعمليها زي ما انا بعملها، بس لو هتضاعفي الكميه اعرفي انت هتحطي قد ايه بالتضعيف اللي انا عاملاه. يعني انا مثلا عامله معلقتين صابون، انت لو هتعملي نص الصابونه هتحطي معلقتين نشا من الكبار، انما انا حاطه معلقتين نشا صغيرين. انا هنا اهو قلبتها تاني، حطيت المعلقتين النشا وقلبتهم كويس جدا. تمام كده، اهم حاجه ان نقلب عشان ما يكتلش مني. بصوا بقى شبه الكريم خالص،
هبدأ كمان احط معاها الحنة البيضة او التين الابيض. لو ما عنديش الحنة البيضة او التين الابيض هقول لك البديل بتاعه بنفس المفعول عشان الناس اللي مش عارفه تجيب التين الابيض او الحنه البيضه ايه. عموما الحنه البيضه بتتباع في كل مكان وفي كل البلاد، بيختلف الاسماء، ففي بلاد اسمها التين الابيض وفي بلاد اسمها الحنه البيضه، وده بتلاقيه عند العطار. العطارين بيبيعوا الحاجات دي سايبه وفي اكياس براحتك انت. ده شكل الحنه البيضه اللي بقول لك عليها، شبه بالظبط التين المغربي او الطمي المغربي. الطمي المغربي بصوا ده البديل اللي هو بودرة بيبي جانسون، دي البديل بتاع الحنة البيضة بالظبط. اظن البديل اللي هو بيبي جانسون ده اللي هي البودر هتلاقيها عند كل البلاد او كل السوبر ماركت كبير، او هتلاقيها في الصيدلية، يعني معروف ان انت تعرف تجيب الحاجات دي منين. حطيت من الحنة البيضة معلقة صغيرة مليانة. الحنة البيضة بقى من مفاويدها كتير جدا، تفتيح البشرة وبتزيل السمار، حاجة ممكن تتخيليها الحنة البيضة بتظبطها. يعني هنا بقى هبدأ اخد معايا الفازلين الطبي الاصلي. لو هتجيبي الفازلين سايب هاتيه من عند عطار مضمون، لان الفازلين ممكن في فازلين شعر وفي فازلين جسم، فانت هاتي الفازلين النجيف اللي هو الطبي، ما يكونش يعني ما يكونش مخلوط بحاجه، يكون خام. ده تجيبيه من عند عطار مضمون. هاخد منه ربع معلقه صغننه وهبدا ان انا بقى اخلطهم مع بعض. ايه فايده الفازلين في الخلطه؟ فايده الفازلين انها هترطب الجسم، مش هتنشف لي الجسم من الصابون، وكمان مش هتخلي البشره مشدوده، وكمان هيرطب الجسم جدا وهيخليه كده في لمعه بسيطه وحلوه قوي. لازم اقلب كويس جدا لحد ما الفازلين يدوب تماما، يعني حاولي كده اللي هو تفضلي تقلبي لغايه ما الفازلين يبوش خالص عشان ما يبقاش فيه تكتلات ايك وانت بتفرديها على جسمك. هنا بقى انا هفضل اقلبها بردك كده حوالي 5 دقايق، وبعد كده يلا بينا نشوف واحنا بنجربها الوصفة هتبقى عاملة ازاي. تحفة جدا. خلاص انا قلبتها كويس، ويلا نليط بقى ونشوف هيبقى شكلها ايه على جسمنا. بصوا بقى، بتاخدي كده بايديكي في الحمام بتاعك الجميل وافردي على جسمك كله، ليطي جسمك كله كده، هتلاقي تطلعي منوره، هتطلعي كده بتبرقي، عارفه اللي هو ما حدش هيعرفك كده. بصوا انا بقلب بايديا عشان انا حسيت ان في الفازلين ما ظبطش كويس، قلبته بايديا كده. بصوا بقى اما بنيجي نفرده على ايدينا بيبقى عامل ازاي، تحفه وربنا. طبعا انت هتفضلي تدهني جسمك كله بقى كده، وتعملي جسمك كله برقبتك بجسمك بتحتيباتك كده في الاماكن كلها، ما تسيبيش حته في جسمك مش عامله من الوصفه دي. والله هتطلعي من الحمام مش هتصدقي نفسك من النظافه والانتعاش، وهتحسي ان جسمك بيتنفس فعلا، تحفه جدا. بسيبها على جسمي حوالي ربع ساعه، وبعد كده بقى بمسك الليفه بتاعتي اللي هي، يا سلام لو عندك ليفه مغربيه تبقى تحفه جدا، تنزلي كل اللي في جسمك ويسد البانيو، وشوفي بقى كل اللي نازل منك وانت شايفه كده الحاجات اللي نازله في البانيو من جسمك. بجد هتتفاجئي وتنصدمي، حتى لو بتستحمي كل يوم بجد والله العظيم الوصفه دي هتنزل منك كميه سواد مش هتصدقي. جربي الوصفه وهتدعي لي اقسم بالله من جمالها. لو ما عندكيش ليفه مغربيه تقدري ان انت تستخدميها بليفه عاديه بتاعتنا عادي، وتبداي تدعكي جسمك كله بعد ربع ساعه لما بتنشف خالص. يلا انا هسيبها حوالي ربع ساعة تنشف، وبعد كده ارجع لكم اوريكم النتيجة. هي بصوا شكلها عامل ازاي، تحس انه فيها عفريت ابيض، هي حلوة ملمسها حلو، بتدين على الجسم بسرعة جدا. انت كل لما تدهنها كده على جسمك اعملي حركات دائرية، حركات دائرية زي ما انا بعمل كده، اللي هو بصي دايما افضلي مشغلي في جسمك كده الربع ساعة لغاية اما جسمك كله يتشرب الخلطة، وكمان جسمك يبقى فتح كده ونزل كل السواد اللي في الجسم. بصوا انا هروح اغسلها وتعالوا نشوف. انا ما استنيتش الربع ساعة والله، بس بصوا مش قادرة اتكلم بقى عن، يعني بجد بجد نظفت فتحت، في تزييقة كده اللي هو ان انت بتلمعي. تحفة. لايك اشتراك.